قامت منظمة بيبل إن نيد بتزويد القرية بمولدة استطاعت 125 كافية لتلبية حاجة القرية من المياه، حيث أن القرية كانت تعاني من ضعف شديد في المياه. ونحن في القرية نشكر منظمة بيبل إن نيد لتزويدها المولدة، حيث أنها قامت بتعطيل القسم الأكبر من حاجة الناس بالمياه. المشروع الصحي الخدمي الذي يتشكل من ثلاث عيادات، عيادة داخلية أطفال وداخلية بشكل عام مجهزة بكافة التجهيزات المناسبة، وأيضا عيادة نسائية فيها جهاز إيكو وفيها عدة كورتاج وولادة، يعني أيضا مجهزة بكامل التجهيزات، وبفضل الله عز وجل أيضا عيادة سنية وهي الأهم فيها كرسي وفيها معقمة، وبفضل الله عز وجل هذه يعني العيادات تقوم بخدمة ما شاء الله يعني أكثر من 10,000 مواطن في المنطقة. الحمد لله أن العيادات الثلاثة تقوم بالخدمة المجانية بفضل الله عز وجل، هذا يعني ومع كل الشكر والمنة يعني لإخواننا في منظمة بيبل أند نيد، جزاهم الله كل خير وأحسن الله إليهم. انطلاقا من حرص منظمة بيبل إن نيد على إكساب المهارات الإدارية والفنية للكوادر كوادر المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني، قامت بإجراء تدريبات على الإدارة والتنظيم بالإضافة إلى إدارة المشاريع. طبعا تم استقطاب مجموعة من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني. في نهاية التدريبات قام كل مندوب عن جمعية أو مجلس محلي بتقديم مقترح مشروع. في النهاية تم اختيار أفضل المشاريع إقناعا من ناحية الدراسة الاحترافية بالإضافة إلى الحاجة الملحة، وتم تمويل هذه المشاريع عن طريق منظمة بيبل إن نيد من قبل الاتحاد الأوروبي.